السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ليو ليو. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن تحديث الفيسبوك، وبالتحديد المنشن للجميع في جروب الفيسبوك. طبعا في ناس كتير علقت على الفيديو اللي فات إن خاصية المنشن للجميع مش بتظهر عندهم وبتظهر لباقي الأدمن اللي في الجروب. النهاردة جايب لكم الحل بإذن الله، بس قبل ما نبدأ الحلقة ياريت نعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وتكتب لنا تعليق علشان نستمر في تقديم المحتوى بإذن الله. قبل ما نبدأ الشرح اتأكد انك محدث تطبيق الفيسبوك العادي او فيسبوك لايت لأحدث اصدار. في اول تعليق مثبت هتلاقي رابط تحميل احدث نسخة من تطبيق الفيسبوك العادي او فيسبوك لايت. بعد ما حدثنا الفيسبوك عندك في قناة التليجرام او جروب الفيسبوك هتلاقي رابط التليجرام او جروب الفيسبوك في صندوق الوصف. هتجيب الرسالة دي اللي انا سايبها في قناة التليجرام، ولو مش عندك تليجرام هتلاقيها في جروب الفيسبوك. الرسالة هتبقى قدامك بالشكل ده كده. هنروح على قناة التليجرام وهنعمل نسخ للرسالة، وهتلاقيها برضو في جروب الفيسبوك. رابط التليجرام وجروب الفيسبوك هتلاقيهم في الوصف. وبعد ما جبنا الرسالة هنضيفها عندنا في الملاحظات بالشكل ده كده. بعد كده هنضيف رابط الجروب، نسخ الرابط، وهنضيف رابط الجروب بالشكل ده كده. وهنضيفه برضو مع الترجمة. وهنبدأ نعمل تحديد للكل ونسخ. وبعد كده هنروح على جروب الفيسبوك وهنجرب نكتب بوست. وهنضيف للبوست علامة الات ياهو. زي ما انتم شايفين ما ظهر ليش كلمة المنشن للجميع. هاخد نفس الصفحة دي كده سكرين شوت بالشكل ده كده. هنجرب نعمل الخطوات دي من تطبيق الفيسبوك العادي ومن تطبيق الفيسبوك لايت. اول حاجة هنبدأ نعملها من تطبيق الفيسبوك العادي، وهنضغط على الثلاث شرط اللي فوق اللي على الشمال، وهننزل نختار الابلاغ عن مشكلة، وهننزل للاسفل نختار متابعة الابلاغ عن مشكلة. نضغط على تضمين في البلاغ، وطبعا المشكلة عندنا في الجروب فاحنا هنختار المجموعات. وبعد كده هنحذف الصورة اللي قدامنا دي وهنضيف صورة جديدة اللي هي السكرين اللي اخدناه من الجروب. وفي المربع اللي فوق هنكتب، هنضيف الرسالة اللي جبناها من قناة التليجرام او من جروب الفيسبوك وضفنا لها رابط الجروب. وبعد كده هنضغط على ارسال. من تطبيق الفيسبوك لايت هنعمل برضو نفس الخطوات اللي عملناها، هننزل تحت على ابلاغ عن مشكلة، وبعد كده هندوس متابعة، وهنختار من هنا مجموعات، وبعد كده هنضيف السكرين. وهنكتب طبعا في المربع الرسالة اللي احنا جبناها من قناة التليجرام او من جروب الفيسبوك. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، واي تحديث جديد هيظهر في الفيسبوك او اي منصة اخرى احنا اول ناس هنتكلم عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.